بنت الحارث، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. بني المصطلق هي قبيلة عربية تنتسب إلى بني خزاع، موطنهم بين مكة والمدينة. ولدت في السنة التاسعة قبل الهجرة، وهي أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم ب44 سنة. أول زوج لها مسافح ابن صفوان. حارب الرسول صلى الله عليه وسلم بني المصطلق بعدما علم أنهم سيخرجون لقتاله، وانتصر عليهم وأخذوا جويرية كسباية عندهم كسباية وكانت في سهم ثابت ابن قيس الذي كتبها على 9 أواق ذهب. ذهبت جويرية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أعلنت إسلامها له، وسألته في مكاتبتها لثبات ابن قيس، فأرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أن يؤدي عنها مكاتبتها والزواج منها فوافقت. جاء أبو جويرية ليفتديها وترك جملا من الفدية دون أن يعلم بها أحد. فعندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل أسلم. زوج أبو جويرية ابنته للرسول صلى الله عليه وسلم على 400 درهم مهرا لها، وعتق كل مملوك من بني المصطلق وأسلموا جميعا. كان اسمها بارة، وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جويرية. جاء لها 7 أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت جويرية ابن الحارث ابنة بنت الحارث رضي الله عنها: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ب3 ليال كأن القمر أقبل يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر أحدا بها أحدا من الناس حتى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت رؤيتي فأعتقني وتزوجني. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد فرجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتي. صحيح مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. افطري. قال: فافطري. صحيح البخاري. لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهية إفراط يوم الجمعة بالصوم. عاش الرسول صلى الله عليه وسلم مع جويرية 5 سنوات حتى وفات سنة 11 هجريا، وعاشت بعده مدة 45 سنة. إذ توفت سنة 56 هجريا في خلافة معاوية ابن أبي سفيان في المدينة المنورة. وصلى عليها أمير المدينة يوم ذاك مروان ابن الحكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.